بسم الله الرحمن الرحيم. يا رفيق الدرب، ونحن والله أقرب إلى الساعة مما كان عليه المسلمون قبل 14 قرنا حين نزل قول الله اقتربت الساعة. قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. فها هي العلامات تترأ، تطاول الحفاة العراة، ووسد الأمر إلى غير أهله، ورأينا الكاسيات العاريات، شربت الخمور، واستحلت المعازف والقينات، وانتشر الربا، وتركت الصلوات، فماذا ننتظر يا رفيق الدرب؟ ربنا يا ربنا، ربنا